مرحبا بحضراتكم أعزائنا المتابعين الكرام. رحلة اليوم باتجاه منطقة مقالع علي الغربي، ولكن لتغيرات في المنهج خلال الرحلة حدثت، والنقاشات مع الإخوان في إدارة المياه الجوفية اللي أقدم شكري لهم، وخصوصا الأستاذ الدكتور طبعا أحمد محيسن حاشوش، رئيس جيولوجيين في مديرية أو دائرة المياه الجوفية في ميسان. يعني صار التغيير في الرحلة، صار أنه نترك المقالع للجزء الثالث من الرحلة، أنه في عودتنا وانطلقنا حتى نشوف عملهم هم في قياس الآبار. بصراحة بدي أتعلم هذا الشيء لأنه يمكن دارس عنه شايفه عمليا، فراح تشوفون القياسات، هذا حالكم راح أشوفه، راح نشوف التعب مالتهم، راح نشوف واجباتهم بالعمل خلال الرحلة. أيضا بالإضافة إلى أستاذ أحمد ويانا أستولوجي متخرج بال 2024 اسمه أستاذ حيدر علوم بغداد، ايضا راح تشوفون شغله وتشوفون التعب، هاي بالنسبه لطلابنا، وايضا بالنسبه لاساتذتنا يشوفون طلابهم بالعمل. فخلينا ننطلق. المسير مالتنا كان المفروض اللون الاحمر، نوصل مفرق على الغرب شلات وندخل باتجاه شلات، نروح باتجاه المقالع، هاي اللي امامنا مقالع على الغربي. بعد ذلك ورا ما ناخذ نقطه هنا نكملها تفصيلا، طبعا منقول سامبلينج فبيها مقطع ورسم مقاطع وعمق ونماذج وكل هاي التفاصيل كان المفروض ناخذها. نرجع بهذا الاتجاه، الان نوصل المفرق طريق التعاون، ندخل نروح مسافه، نصعد بعدين الى نفس المنطقه، نصعد الى منطقه الكثبان الرمليه، ونرجع ننطلق بطريق التعاون باتجاه التقاطع مع الطيب، ونرجع بهذا اللون الاصفر اذا تشوفونه، نرجع بهذا اللون باتجاه نقطة الانطلاق مالتنا ومحطتنا او البيس كامب مالتنا اللي هو في محافظة ميسان مدينة العمارة. هذا كان المفروض، لكن الاخوان بالمياه الجوفية مثل ما ذكرنا صارت كان عندهم قياسات حقلية، فانطلقنا هنا، ها هي نقطة النزول للحقل، يعني مشينا مسافة عن نقطة المفرق اللي كان منها نقطة النزول للحقل. طبعا هنا ما عندنا يعني اي ارض معبدة، وانما كلها طرق ترابية وسداد ووديان. دخلنا، هذا طبعا تقاطع مع مشروعنا القديم، هذا المشروع مالتنا القديم تقاطعنا وياه، ورحنا باتجاه وادي الشفته. هذا هو وادي الشفته. وادي الشفته طبعا يتكون من التقاء واديين، وادي مهم جدا، وادي فيضاني تجي بيه مياه الفيضان ويؤثر على المنطقه ويؤدي الى فيضانات في المنطقه. الوادي يتكون من جزئين، جزء التليل، هذا هو وادي التليل، والجزء الثاني وادي الشفته، يلتقون سوا ويكونون وادي كبير جدا ومؤثر جدا بالمنطقه ومهم جدا اللي هو وادي الشفته. هدف دراستنا طبعا بما انه رحت وياهم فخليت اهداف، اول هدف شرح طرق حصاد المياه وتوجيه حصاد مياه الامطار طبعا وتشجيع فلاح المنطقه والنقاش وياهم ودراسه ظروفهم. النقطه الثانيه ايضا انه اتعلم، وهي فرصه انه اتعلم عمل جماعه المياه الجوفيه، يعني اتعلم عملهم وقياساتهم، وهاي فرصه لا تعوض، وخاصه من استاذ احمد يعني او دكتور احمد ان شاء الله، فرصه كلش كبيره بالنسبه لي انه اتعلم من عنده. النقطه الثالثه انه اصور لكم الواقع الحالي، يعني لانه موجود عندي تصحر، موجود عندي مياه جوفيه واقعها، موجود عندي مشاريع، و ايضا موجود عندي منطقة ومجتمع اصورها حتى تكون صورة متكاملة لحضراتكم. فننطلق. هذا طريقنا الان، بدينا نزلنا الى منطقة الشفتة، هذا تشوفون هنا جهز باقي الكاميرات ايضا تلاحظ، اشوف الزراعة هنا. دخلنا الان ما
الاوف رود الحقيقيه. دخلنا طريق ترابي طبعا. الشقوق الطينية، الشقوق الطيرية، ما بلط الطريق هذا متروك. بدينا السرعة شوية، نمشي 100. هذا طريق عسكري قديم يعني، توقعاتي thank you.
المراقبة لحد من برنامج ومن برنامج دراسات وإجراء عملية تخصيص كبار. هذا بين المراقبة احنا نعرف المعاملات الهيدروليكية الخزانة جوف في هاي المنطقة. نعم. منطقة جفتة. ايه. احنا ضمن برنامجنا بإدارة المياه الجوفية. رصد دوري لمناسيب المياه الجوفية. رصد شهري تقريبا. ايه. لمناسيب المياه الجوفية في هاي المناطق. مناطق شريط الحدود اللي فيها تنهضر اعضاء في الامراض الزراعة وراس الاستثمار. المناسيب جاي ترصد منسوب المياه الجوفية من غير المراقبة. احنا عندنا رصد دوري شهري. كل شهر ناخذ قراءات من مناسيب هاي المناطق. شوف التذبذب الحاصل اثناء عمل موسم الزراعه بعد موسم الزراعه. نعم. طبعا هسه المناسيب تقريبا شوفوا مستقر. ايش قد تقريبا 13 يعني 13 عمق تقصد؟ الستاتيك كوتر ليفل. عندنا معكم التسجيل بعد ما ثبتنا القاعده جزئيا. طبينا منطقه الرمال، اذا تشوف هاي الرمال السوداء اللي ندخلها. شوف هذا وادي شفت. بعد ما خلصنا هذا الوادي اللي هو وادي تشفته زين، طالعين ان شاء الله. واليوم جولتنا مستمرة وياكم هاي المناطق. الطرق بعد ذلك طلقين باتجاه يكملون شغلهم جماعة المياه الجوفية. طبعا عندهم آبار مراقبة وعندهم آبار ضخ، فقاعد يتابعون المنسوب الحالي للمياه. مثل ما قالوا أن المنسوب حالي يعني 13 فيوصل 20، يعني العمق قصدي من السطح إلى للووتر تيبل، فيوصل 20 يعني ينزل حوالي 7 أمتار خلال فترة الزراعة بالضخ. هاي أهم المعلومات ومستمرين وياهم طبعا حاليا، وإن شاء الله برحلة قادمة راح الدور ناخذكم إلى حفر الآبار وتبطينها والسكرين وكل هاي الأمور، نصب المضخات كلها راح تشوفونها بالتفصيل.